وتوا باش نمشيو نعملوا طلع على مبروكه المريضه مع فيصل الحذيري وبسام الحمراوي. هاي همامتي واي واي هاك يا خياني هاك 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 مبروكة هاك 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 شنو حوالك يا مبروكة مجعدنا عليك على شك هاني هاني قاعد في المرشي يقولوا لي راهي مبروكة في الاستعجيل اش فما مبروكة هاني يا خي هاني ماني طحت ماني طحت ها شو انت انت بطبيعتك ديما طايحة مونك اش بيكي اش بيكي هاني طحت ناي راني طحت كاردياك ضربة واحدة راه قلبي سكت يا زنبلة كاردياك وقلبك سكت انا فهمتك هذاك باز فما شكون بزنسك في الشارع من كثرة الفرحة ما صدقتيش تعطي ديخة مش خاصة يومك كون بزنسي واحد راني ناشط حزوز محارم ناي مالا صار لك صار بازك كليت اللحم كليت اللحم كليت اللحم فوالا قلت لك مع شكل اللحم راه فيه كوليسترول وقتاش كليتيه وقتاش كليتيه 40 سنة تالي كليتي مالك مش مزنزة تتفرجي في افلام الرعب في رمضان عرفتك نهار كامل وانت راكشه في البيت باز تتفرجي حالة لمبي سي اكشن ها؟ ايه مش لمبي مش لمبي سي اكشن مش لمبي سي اكشن مال شنو؟ تتفرج في الشعان في اكشن تتفرج الوطنية يا مات انا فهمت تو باز مك سيجاروك اللي تسفي فيها لا 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 ودي باز نتكيف في الصباح ما عندي فاش نتكيف قداش من مرة تتكيف قداش من مرة؟ ودي نعمل واحد في الصباح واحد في الليل واحد في الليل هذاك هو هذاك هو لا ماهيش كيف ماهيش كيف انت بلاش بيك برجوليه راني مخي وقف انا ما فهمت حتى شيء فهميني فهميني اعطيني الحديث من الاخر قريت في الفيسبوك قريت الفيسبوك لقيت عاملين مظاهره جمعيه النساء الانسات اي خرجت معاهم اي لقيت البنات الكل خارجين في مظاهره اي ناي تغششت ومليت مليت مليت قلبي أي. فرغت كل قلبي كل فرغت للتلفزه وعفست فك الحكومه فست فيها فست فيها لين جابوني كاردياك بالله والله جبتي الحكومه جبتها قداش من مره جبتها جبتها ثلاث مرات مع كل سيجاره بالله والله وباش جبتي فيها الحكومه باش نجبد فيها حسب رايك ترى اعطيني باش نجبد فيها ما نجبد فيها تتحب نجبد فيها بالخير ما نجبد فيها في الشر نجبد فيها في الشر في الشر حتى كي يا بنتي باش قلت لك باش نجبد فيها الحكومه راهو جبد الحكومه من ضرب الصح ما شفتيش فوزه بن مراد مسكين وطارق المكي الله يرحمه مات وكاردياك من جره الحكومه ولا ذاك مسكين المخبول راح وياكم طيش في السبيطار هكاك علاش نجبد فيها خاطر جبدها مرتين ولا ثلاثه في المجلس التاسيس اش نعمل معاش نجبدها لا يا والله يا زنبله انا لفنتها والله لفنتها انا علاش حتى واحد لا من ماضى لا من الحكومه طاح كاردياك انا ما فهمتش علاش عطف فسرها لك العمليه ساهله ياسر فسر اخويا ساهله ياسر ايه لا تنصدم مره مش نصدر مره قول جماعه الحكومه ولا النهضه ايه كي يخرج الصباح باش يخدم يخدموا من غير قليب يعطيهم يا بكية ما ينحي قلوبهم حطوه في الفرجيدير ولا في الكفر فور يحشوهم ويمشوا يخدموا البلاد والله لا في بالي بيت او يا صنبلة ما فهمتش ليه ما ينحوا قلوبهم يحطوه في الفرجيدير ولا في هذا قلوبهم مش يحطوا في بلاصتها يحطوا يا جورة يحطوا حجرة يحطوا لوحة أي حاجة إلا قلب هذاك علاش نحن بالصباح ننضفوا هم وسمعينا فوالا هذاك علاش هذاك علاش نحي يا دكتور يا زنبله يا شكون في السبيطار يا اخي ما فما حد شايف في السبيطار انا شنو هو الوضع هذا في البلاد هذا لا فما لا طب ولا هذا وين وزير الصحه قال لك وزير الصحه وزير الصحه وزير الصحه ماشي يطلع على المجاريح نتاع الشعامبي طلع عليها في القصرين هو عندهم جمعه مطيشين هنا في السبيطار ميليتير اسكت من الحكومه وما لا هي اسكت سيدنا بوتك واه الحكومه لا لا يا زنبله حاجه قلت لك ما تفدهاش قلت لك ما تفدهاش تعال تك بحداك تعال نقول لك سيرو تك بحداك تعال قسم قلت لك ما تفدهاش الحكومه ما تكرش انا طحن واحد اخر مريض من عنده لا مريض من قلب لا حد شايل زنب ولا يجري نهار كامل القرص في تاش جبد الحكومه داخ الى الحكومه بنرجعكم ومتشكاكوا تحية الفيصل الحبيبي وبسام الحبيبي